تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بشأن متابعة احتياجات مختلف محافظات المملكة، يزور غدا الأحد كل من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان ووزير شؤون الشباب والرياضة منطقة أم الحصم للوقوف على الاحتياجات الفعلية لأهالي المنطقة. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد. سعادة النائب، أنت نائب عن هذه المنطقة وربما لديك معلومات عن احتياجات أهاليها ولو بشكل مبدئي، بالتالي فإن زيارة أصحاب السعادة الوزراء المحددين في هذا الخبر وهم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان ووزير شؤون الشباب والرياضة، هل هذه الزيارة لهؤلاء الوزراء الثلاثة جاءت بناء على معرفة مسبقة باحتياجات المنطقة من مراكز شبابية، ربما من حاجات إسكانية، من قضايا تتعلق بالطرق والإنشاءات والبنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك ومسي على جميع المشاهدين. طبعا بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يزور أم الحصم، عدد من الوزراء يوم القادم يزورنا، نتشرف باستقبال وزير الإسكان، وزير الأشغال، وزير الشباب للالتقاء بالأهالي والاستماع إلى وجهات نظرهم في المشاريع الخدمية الموجودة حالية والمستقبلية. لا شك بأن إذا تحدثنا عن الإسكان، هناك وزارة الإسكان قامت بمشروع بناء وحدات سكنية، 18 وحدة سكنية، إلا أن عدد الطلبات في ازدياد. فمن خلال هذه الزيارة يمكن المطلب الرئيسي راح يكون زيادة بناء وحدات سكنية بيوت لأهالي المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من الطلبات الموجودة والقائمة حاليا. إضافة إلى وزارة الأشغال هناك العديد من المطالب، يمكن تمثل المطلب الأهم في إقامة مرفأ متكامل للخدمات يخدم أهالي أم الحصم، خصوصا منطقة أم الحصم يعني منذ الأزل معروفة منطقة ساحلية، الكل غالبية ساكنين منطقة أم الحصم إن كانوا محترفين أو هو يمارسون صيد السمك وركوب البحر. إضافة إلى تخصيص موقع لدار أم الحصم لرعاية الوالدين، دار أم الحصم من أنشط دور الوالدين في المملكة، لها نشاط واضح، مشاركات وسهامات في رعاية أبائنا وأمهاتنا في ليس فقط أم الحصم ولكن حتى في المناطق المجاورة. هم حاليا يستأجرون محل صغير مقارنة بالخدمات اللي يقدمونها، ف يعني نطمح بأن يتم تخصيص من خلال هذه الزيارة موقع اقترحناه على وزارة الأشغال، يتم تخصيصه كمبنى لدار الوالدين، إضافة إلى استملاك عدد من المواقع تخصيصها كمواقف، و يعني في حاجة من الحصم اليوم إلى حديقة عامة ومتنفس للأهالي. بالنسبة حق وزارة الشباب والرياضة، يعني شرعت في بناء الصالة الرياضية على مشارف الاكتمال، إلا أن يبقى ملعب كرة القدم اليوم تم منذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بتخصيص الأرض لنادي أم الحصم. اليوم احنا يعني نأمل من خلال هذه الزيارة بالتوجيه بالبدء في بناء استاد متكامل حسب الخطة الموضوعة وإشراف نادي. على مستوى الأهالي سعادة النائب، ما هي ردود الأفعال التي ربما لمستموها عند الأهالي من هذه الزيارة؟ هل هناك حماس لمقابلة الوزراء الثلاثة أصحاب السعادة الوزراء الذين سيقومون غدا بزيارة أم الحصم، وهل هناك أمال أيضا لدى الأهالي وسكان المنطقة بأن احتياجاتهم سيتم تلبيتها في هذه الزيارة بناء طبعا على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء؟ الأهالي متفائلين، دائما متفائلين، ثقتهم كبيرة جدا في صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وفي توجيهاته السديدة. الأهالي يقدمون كافة للشكر والتقدير إلى سمو رئيس الوزراء على التوجيه الكريم. متفائلين من خدمة زيارة الوزراء المعنيين إلى المنطقة والاستماع إلى وجهات نظرهم وتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع.
سعادة عضو مجلس النواب سيد عبد الرحمن بومجيد، شكرا لك على هذه المداخلة، واعذرني على المقاطعة.